رهنت الغرفة التجارية بالسودان انخفاض الأسعار في الأسواق بإصلاح اقتصادي شامل في المرحلة المقبلة، مطالبة بالسيطرة على سعر الصرف ووضع سعر للتعامل معه لتلافي ارتفاع الأسعار. وقال رئيس الغرفة التجارية حسن عيسى في تصريح لباج نيوز إن تذبذب وارتفاع أسعار الدولار أدى إلى زيادة في السلع بالأسواق، وأضاف دون شك عدم الوصول إلى حل جذري للدولار سيعمل على تواصل ارتفاع أسعاره وبالتالي سيحدث تشوها في الاقتصاد. وأوضح أن الدعم الحكومي لن يقدم الدولة إلى الأمام، وأنه لا بد من وضع قوانين رادعة للمضاربين وتجار الدولار المنتشرين بالأسواق. كشفت إدارة الميزانية بشمال كردفان عن فراغها من إعداد موازنة العام 2020 عقب مناقشة مقترحات وحدات الحكم المحلي والوزارات والهيئات والمؤسسات. وقال مدير إدارة الميزانية بشمال كردفان سيف الدولة أحمد هاشم إن موازنة 2020 ارتكزت على موجهات الحكومة المركزية والولائية ونسبة الأداء الفعلي في عام 2019، إضافة إلى استصحابها مطلوبات المرحلة الانتقالية لاستكمال عملية التنمية وبناء السلام. وأشار إلى استمرار اللجان الفنية في عملية حصر ورصد الأرقام النهائية للموازنة وعرضها للمناقشة على مستوى اللجنة الفنية العليا وحكومة شمال كردفان. تم خلال هذه اللجان مناقشة المقترحات المقدمة من الوحدات للعام 2020، والآن اكتملت عمليات المناقشة في وزارة المالية، وإن شاء الله ستبدأ اللجان الفنية الخاصة بالرصد والحصر بتكملة إجراءات عمليات الحصر والرصد بغرض الحصول إلى الأرقام النهائية للموازنة، ومن ثم سيتم رفعها إن شاء الله للجنة الفنية العليا لمناقشتها واستعراضها، ومن ثم أيضا سيتم رفعها إن شاء الله لحكومة الولاية بغرض الإجازة النهائية. ومن جهته أشار مدير إدارة الإيرادات بشمال كردفان الهادي ناصر إلى أن ميزانية العام القادم ركزت على خلق مواعين إيرادية جديدة دون أي زيادات في رسوم الإيرادات، وقال إن منهج إعداد الميزانية ارتكز أيضا على إحداث التنمية المتوازنة في كل أنحاء الولاية وخلق الاستقرار الوظيفي وتطوير الأداء العام. استطعنا أن نستصحب معنا الموجهات في مجال إعداد مقترحات الإيرادات وبالذات في الجانب الخاص بالرسوم والقوانين، واستطعنا أن نركز بصفة أساسية على أن لا تكون هنالك زيادات رأسية في الرسوم الخاصة بالإيرادات بالولاية، ونركز فقط على التوسع الأفقي في الموارد، وذلك بخلق مواعين إيرادية جديدة تساهم إن شاء الله في دعم ميزانية 2020 لولاية شمال كردفان. شددت وزارة المالية بغرب كردفان على ضرورة تفعيل قانون الشراء والتعاقد في كل المعاملات المالية ضبطا للأداء في مؤسسات الدولة المختلفة. وقال مدير المالية والقوى العاملة بغرب كردفان أمبدة محمد أمبدة، قال في ورشة حول قانون الشراء والتعاقد إن وزارته تولي اهتماما كبيرا بتدريب منسوبيها على قوانين المعاملات المالية والمحاسبية والتي من شأنها ضبط الأداء المالي والمحاسبي وتجنب الأخطاء. انعقاد ورشة الشراء والتعاقد وهو موجه من موجهات الدولة لا بد من تنفيذ قانون الشراء والتعاقد في جميع المعاملات المالية والمحاسبية بالدولة، ونحن كوزارة مالية أعطينا هذا الأمر اهتماما كبيرا، وأحضرنا بعض الأساتذة الأجلاء من بيت الخبرة لتقديم ورشة لمدة 4 أيام لكل العاملين بولاية غرب كردفان للاستفادة القصوى من كيفية تطبيق قانون الشراء والتعاقد حتى تخرج العملية المالية والمحاسبية في هذه الولاية والوزارات أو وزارة المالية بصورتها الصحيحة. وفي السياق، قال مدير إدارة الشراء والتعاقد بغرب كردفان الصادق أحمد محمد إن الدورة التدريبية استهدفت العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية لتبصيرهم بدليل قانون الشراء والتعاقد ووثائق التعاقد النموذجية. أهمية هذه الدورة جاءت في مجال الشراء والتعاقد، والشراء والتعاقد هو من أهميته حيدخل في كل مراحل ميزانية الولاية من سلع وخدمات ومشاريع تنموية إلى آخره، لذلك جاءت هذه الدورة واستهدفنا كل المحليات بالولاية ووزارات والمصالح الحكومية، وكان العدد يعني مجزي، يعني الحمد لله.